تنضم إلينا من مرفأ بيروت مراسلة الغد حنان عيسى. إذن حنان، كيف تبدو الأجواء في طبعا إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت؟ صباح هادئ حتى هذه الساعة في يوم في الذكرى الأولى لتفجير أو الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت. اللبنانيون اليوم على موعد مع تحركات كثيرة ستبدأ بعد حوالي ساعة أو ساعتين من الآن في مختلف المناطق اللبنانية إحياء لهذه الذكرى. هناك تحركات لعدد واسع وقطاعات واسعة من اللبنانيين الذين سيشاركون أهالي ضحايا الانفجار هذا اليوم الكبير. التحركات ستشمل تحركات للمحامين، للأطباء، لمجموعات من مجموعات نشأت بعد ثورة 17 من أكتوبر. هناك أيضا مجموعات شبابية من مختلف المناطق ستتوجه كلها تباعا خلال هذا النهار إلى مرفأ بيروت عند الساعة 6 مساء لإحياء هذه الذكرى، والتي ستتوج بقداس على عن روح ضحايا هذا الانفجار. كما ذكرت، التحركات ستبدأ بعد حوالي ساعة وساعتين من الآن، ستشمل مختلف المناطق اللبنانية، وستكون مجموعات تتوجه تلتقي في مناطق أو أماكن معينة وتتوجه إلى مرفأ بيروت، حيث سيكون الاحتفال بالصلاة على أرواحهم. هناك أيضا دعوات إلى البرلمان اللبناني بعد الانتهاء من هذا القداس. هذه الدعوات هي دعوات أيضا من قبل مجموعات من الثورة، ستتوجه إلى ساحة البرلمان مطالبة بإحقاق الحق وتحقيق العدالة ومعرفة من تسبب بهذا الانفجار الذي لم تعرف أسبابه ولم يجري تحقيق جدي حتى هذا اليوم، ولم يتم محاسبة أي من المسؤولين اللبنانيين الذين يعني يتهمون أو متهمين بتقصير الذي أدى إلى هذا الانفجار الكبير. إذن نحن أمام يوم كبير، يوم إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت. هذا اليوم سيشهد تحركات كبيرة، ربما يكون هناك تصعيد مسائي. بعض المجموعات قالت إن لديها مفاجآت لبعض السياسيين خلال هذا النهار، ربما هذه المفاجآت تكون في ساعات المساء، أي بعد إحياء هذه الذكرى بعد الساعة 7 مساء عند توجه هذه المجموعات إلى مجلس أو محيط مجلس النواب. بكل الأحوال نحن سننتظر ونرى إن كان هناك سيكون هناك تصعيد لهذا لتلك المجموعات، لكن التحركات ستبدأ. لبنان سيشهد طيلة هذا النهار تحركات ووقفات تطالب بإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانفجار الذي ما زال اللبنانيون يعيشون تداعياته حتى اليوم، أهالي وبالتحديد أهالي الضحايا الذين يطالبون بكشف الحقيقة، كشف حقيقة من قتل أبنائهم وأحبائهم قبل عام من اليوم. ولابد من التذكير أيضا بأن تداعيات الانفجار ما زالت موجودة لدى كل اللبنانيين، ليس فقط أهالي الضحايا. الخسائر الاقتصادية، الخسائر أيضا عدا عن الخسائر البشرية، هناك خسائر لدى كل الشعب اللبناني. يمكن القول هذا الانفجار الذي عاشه هذه السنة التي عاشها كل اللبنانيين مترقبين وينتظرون ساعة انجلاء الحقيقة التي لم تظهر حتى هذه الساعة، ربما هذا اليوم يكون يوم ضغط شعبي كبير على السلطة السياسية كي تتحرك وكي يكون لها موقف واضح وكي يكون هناك مواقف جدية لمحاسبة المقصرين بالدرجة الأولى ومحاسبة المتهمين بهذا الانفجار الذي حصل قبل عام. شكراً حنان عيسى مراسلة الغد، كنت معنا من مرفأ بيروت.